يعود غازي ليصحح الخطأ. ملعوبة من بصغير مع بوغاش في الوسط، قاسم يلعب كرة لبوغاش من جديد، يحيى شريف راح يوصل كرة مباشرة لجليد. نعم جليد استلمها، راح يوزع البعث عن بوغاش من هناك، ولكن تغطية دفاعية من فرحات اللي بوشما في الوسط، ملعوبة بالكابيلة من، ولكن لم تصل، قراءة ممتازة من غازي العائد، يسترجع أو يسترجد بالدفاع من بنعي. بشيري يلعب كرة طويلة لمن؟ لجليد، المتابعة من المدافع بن موسى. جليد يحاول، جليد صراع أنا مع بن موسى والخطأ، يقول الحكم لمصلحة المدافع وليس للمهاجم. يتفوق بن موسى العائد إلى مركزه ومنصبه ومنصبه إلى الظهير، الظهير الأيسر للاتحاد، والصراع مع جليد. كبير وقوي جمال مولودية، تبحث على هدف التعديل طبعا، لازم تنظيم في اللعب، رانا نشوفوا بالكرات الطويلة، الكرات الطويلة ماشي لصالحهم. جمال كرة ضايعة، كرة ضايعة من زيماموش لمصلحة المولودية في رمي التماس لحشود. كاسمي رجع من هناك، كودري تفوق من جديد، فان بوعزة، خطأ من غازي، العرقلة الواضحة، خطأ تكتيكي، تقصير العملية والهجمة من غازي كريم صاحب الخبرة والتجربة. العكس، اتحاد العاصمة راه يدير الضغط على حامل الكرة في منطقة الخصم، ما يخليش المدافعين يخرجوا بسهولة. ابن الاتحاد بكل امتياز 12 موسما في الاتحاد قبل أن يتنقل أن يلعب بألوان المولودية. ولد الاتحاد يلعب في مولودية الجزائر، هذا لاعب احترافي، لازم اليوم يدافع على الألوان تاع مولودية الجزائر. طبعا هناك خطأ لمصلحة اتحاد الجزائر، بن موسى صاحب الكرة الثابتة، ولكن سارع بن موسى من عادته أن يسجل، وهو كان آخر من سجلها في مرمى المولودية في نهائي كأس الجمهورية، والفوز بواحد مقابل لا شيء والتتويج. آخر من سجل ويعود في هذا الدربي، رأسية وخلفية ولكن بعيدة من يحيى شريف باتجاه سامي يشير، ولكن الكرة مباشرة إلى ضربة مرمى لمصلحة زيماموش. ميهوبي محمد، التعليمات والتوجيهات، هذا هو مساعد مدرب جيجار. كرة بالرأس من بشيري، يحيى شريف يحاول.